فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع الزيت المقروء فيه والأوراق المكتوبة بالزعفران؟ كونه يحترف هذا ويجعلها سلع ما يجوز هذا، أما أنه يأخذ عليها مقابل معتدل لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول أيضا: وإذا لم أعرف القارئ الذي قرأ على هذا الزيت ولم أعرف ثقته، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الزيت وأستعمله؟ والله مشكلة هي، قد يكون ما هم مقرون فيه بعد، قد يكون أنه زعفران ولا قرئ فيه ولا شيء، أو أوراق مكتوب فيها ولا تدري من اللي كاتبها. لا، إذا كنت تعرف من هو الكاتب ومن هو الراقي. نعم.